قد نيابة الجرائم المعلوماتية القبض على الصحفي حسين خوجلي في دعوة جنائية موجهة من نيابة. وقيد أمجد فريد مساعد مستشار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك دعوة جنائية ضد الصحفي حسين خوجلي المحسوب على النظام المخلوع. ده شنو قصته بالضبط؟ قلت لك حسين خوجلي كان طلع له إشاعة بأنه في 500,000 دولار اتفقدت من مكتبي، وبعد ذلك تم تداوله بسذاجة شديدة من ناس انا بفتكر ما عارف ال 500,000 دولار دي ذاتها قدر شنو، يعني انه ما ممكن تكون قاعده في مكتب، يعني 500,000 دولار دي حاجه كبيره جدا جدا، يعني ما انا ما اعرف الخزنه اللي بتشيل 500,000 دولار دي قدر شنو يعني. لكن ففتحت ضده بلاغ كان في اكتوبر 22 وتم القبض عليه للتحقيق، وبعد ذاك ياهو اجراءات المحكمة ما وصلت ما بدأت كانت لحد ما قامت الحادث، لكن هو طبعا ده جزء من التدليس اللي قاعد يحصل، يعني بغرض الطيارة الشخصية وبغرض انه ما بيقدر يرد على مواقفه بيقوم بيزعى لتشويه اصحاب المواقف، وده هو نشهده من كل الاطياف في العمل السياسي، وهو جزء من الحالة السامة بتاعت العمل السياسي، انه ما بيقدر يرد عليك بالحقائق بيزعل اختلاق اتهامات